السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع تيزي وزو ولنقف على الجديد تاع ملعب تيزي وزو، ملعب حسين آية أحمد، يعني بعد ما تم جلب النظام نتاع صيانة العشب الطبيعي بواسطة ما يسمى اللومينوثيرابي، المعالجة الضوئية. إذا نخلوا نتابع هذا الفيديو حول الموضوع، و دائما وابدا نطرح السؤال الهام جدا: من سيتكفل بالمصاريف نتاع الصيانه نتاع الملاعب نتاعنا؟ هل تكون على عاتق الفرق التي استفادت من هذه الملاعب، او على عاتق الدوله او وزاره الرياضه؟ هذا السؤال يبقى مطروح في انتظار الاجوبه. أترككم تتابعون في هذا الفيديو، والسلام عليكم.